وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية القبض على القياديين أو القياديين الإخوانيين حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة، والرفاعي حسن أحد قيادات التنظيم بمنطقة سيدي عبد الرحمن محافظة مطروح. وأعتقد أنهم كانوا ربما متجهين إلى ليبيا. من هو حسين إبراهيم؟ حسين إبراهيم هو المحرك الأساسي لتنظيم الإخوان بكامله بحكم منصبه ده الأمين عام حزب الحرية والعدالة، عضو مكتب إرشاد بالجماعة، لديه معلومات كاملة عن أعضاء الجماعة، ويعني واحد من أهم القياديين، هو الذراع اليمنى لمحمود عزت نائب المرشد العام منذ 2002. معي الأستاذ سامح عيد المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. أستاذ سامح مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك، اشرح لنا يعني أو تقول لنا يعني في عجالة من هو حسين إبراهيم؟ حسين إبراهيم كان طبعا شخصية نافذة ومهمة جدا داخل الجماعة، وخصوصا في المرحلة الماضية كان هو ضمن التحالف اللي هو خاص محمد كمال ومحمد منتصر، اللي هو كان يتجه الى العنف بشكل اقوى، وربما تورط المجموعات الخاصه به في بعض عمليات العنف في المرحله السابقه. واعتقد انه صيد سمين لدى اجهزه الامن، وان لديه معلومات ربما كثيره واسماء وتحركات، وايضا قضيه سفره الى ليبيا عليها علامات استفهام كبيره، وخاصه انه من الاتجاه اللي كان يتجه الى فكره العنف ومواجهه الدوله بشكل مباشر. فاعتقد ان الاجهزه الامنيه ستستطيع الوصول الى خيوط كثيره عن طريق القبض عليه، وربما بشكل واضح تستطيع احباط محاولات والوصول الى اسماء وخيوط كثيره من هذه الشخصيه المهمه. يعني خليني اقول ان احنا الصور اللي بنشوفها دلوقتي حسين ابراهيم في مجلس الشعب كان يا جماعه 2000، ده 2012، لكن هو ايضا كان رئيس كتله برلمانيه في 2005. طبعا هو شخصيه مهمه داخل التنظيم من قديم، ولكن هو المشكله ان هو في الفتره الاخيره بالذات في اخر 6 اشهر عندما حدث انقسام مبدئي في داخل التنظيم، هو كان في المجموعه الخاصه بتبني ما يسمونه بالقوسين عمل ثوري، ولكن هو عمل نوعي او عمل عنف اتجاه الدوله، وكانوا صرحوا بهذا الشكل كثيرا عن طريق مواد بثوها على مواقعهم وبيانات من الخارج وكلام من هذا القبيل، وربما يكون تورط بشكل حقيقي في الترتيب او التخطيط لبعض هذه العمليات، وربما عنده خيوط لهذه المجموعات داخل مصر، وايضا في قضيه سفره الى ليبيا ربما يعرف خيوط الاتصال بالخارج سواء عن طريق تمويل او ربما تدريبات تتم خارج مصر. اعتقد انه سيكون لديه معلومات كثيره مهمه ستفيد اجهزه الامن في اللحظات الراهنه. اظن ايضا علاقاته بحماس وغزه علاقات وثيقه، هو كان بيدعم القوافل لدعم القطاع في فتره ما، فربما يكون كمان كان حلقه وصل مع حماس. من المؤكد كل هذه المجموعات اللي كانت تتجه الى العمل النوعي كان الاتجاه للتدريب يا اما في ليبيا، او كان التخطيط لا استطيع ان اجزم اعداد الذين يريدون يدربوا في ليبيا او يدربوا في غزه، وبما انه هو كان مع هذا الاتجاه اتجاه التحرك للعنف، من المؤكد انه يعرف اعداد ربما التي تدربت في الخارج، اسماء، يعرف خيوط، يعرف علاقات متسعة ربما مع حماس كما قلت، أو ربما أيضا مع أطراف في ليبيا، فجر ليبيا أو غيرها يعني. القبض على حسين ابراهيم يعني النهارده، وبالامس او اعتقد من يومين على حسن مالك، وقبلهم على عدد من القيادات، ماذا يمثل ذلك بالنسبه للجماعه؟ لا، هو حسن مالك الموضوع اقتصادي كما صرحت اجهزه الامن، واعتقد ان بيان اجهزه الامن واضح ان هو حسن مالك على المستوى التنظيمي ليس له تاثير كبير، ولكن هو من المؤكد على المستوى المالي وخاصه بعد الحجز على عدد كبير من الشركات، ربما جيل الوسط من رجال الاعمال الاخوان، لانه كان عامل نادي لرجال الاعمال الاخوان من التسعينات هو اللي كان مسؤول عنه، فربما في ظل الحجز على بعض المصانع او بعض الشركات ربما هو كان مسؤول عن تهريب جزء من اموال، لان بدا سلمان جبان بطبعه، فربما هو تورط في تسريب كميه كبيره من الاموال لرجال الاعمال من جيل الوسط في الجماعه.
واعتقد ان سبب اقتصادي وليس تنظيمي، انما في الناحيه التنظيميه حسن مالك لم يكن مؤثرا ولم يكن عضو مجلس الشورى ولا مكتب ارشاد، ولكن هو كان عصب مالي، وربما امواله هي اميل لاموال الشخصيه منها لاموال الجماعه بخلاف اموال خيرت الشاطر اللي كان فيها جزء كبير جدا من اموال الجماعه. ولكن في النهايه من المؤكد ان تنظيم يتلقى ضربات قاسمه في التوقيت الراهن، ولكن برضه ليس هذا نهايه القضيه، القضيه ما زالت لها اجزاء فكريه وعايزه حلول وبسيطه وطويله الامد يعني. بشكرك استاذ سامح عيد الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه، وزي ما قال استاذ سامح القضيه ليست فقط ذراع امني، القضيه ليست فقط موضوع له علاقه بالامن، ولكن اذا لم تكن هناك مواجهه فكريه واضحه للفكر الاخوان هيرجعوا تاني في اشكال اخرى. ده مهم جدا، القضيه مش بس ان احنا نقبض عليهم، لكن الأهم هو مواجهة فكرية وتصحيح واضح لفكر الإخوان والفكر المتطرف عموما الذي يبدأ من عند الإخوان.